ما واحد يسألك يقول لك بقى سورة الفاتحة إن هي 7 آيات تيجي قبل سورة البقرة اللي هي 20 ربع، مش كانت الأولى تيجي الأول والصغير بيبقى في الآخر؟ يعني إيه سورة الفاتحة ما تزحزحتش وجت عند قل أعوذ برب الفلق؟ 7 آيات تيجي قبل سورة البقرة اللي هي 20 ربع، يعني 2 ونص. قال لك ما أنت مش واخد بالك، ده سورة الفاتحة عبارة عن البذرة اللي نبت منها القرآن الكريم، فالبذرة بتنحط الأول. طب تحط الشجرة الأول ولا البذرة الأول؟ البذرة الأول. طب البذرة دي مكونة من إيه؟ مكونة من 5 أشياء اللي هي سورة الفاتحة. أول شيء التوحيد. ثاني شيء الإيمان باليوم الآخر اللي هو الجزاء. ثالث شيء العبادة. رابع شيء الأخلاق. خامس شيء التاريخ. سورة الفاتحة اشتملت على هذه المبادئ الخمسة. طب ورينا كده المبادئ الخمسة فين؟ اقرأ يا سيدي. التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم. الله واحد موصوف بالرحمة. الرحمن يعني اصل الرحمة، الرحيم اصل الرحمة، يعني الاصل رحمن والاصل رحيم. اصل الرحمن هو مين؟ الله. ينبع عن الرحمن الرحمة، ولذلك هو رحمن الدنيا ورحيم الاخرة. رحمن الدنيا يعني رحم المؤمن وعمق رحمته الكافر كمان، لان رحمته وسعت كل ناس كل المخلوقات في الدنيا، اما الاخرة وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين بس في الاخرة. انما اللي مش مؤمن يبقى في الاخرة ايه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. انما في الدنيا ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن يحب. يبقى التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. واحد قول لا اله الا الله. طيب طب يا رب انت ما قلت في الاول بسم الله الرحمن الرحيم، كررت الرحمن الرحيم ثاني ليه؟ ما هو الاول قال بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين الحمد لله رب العالمين، وبعدين رجع ثاني قال الرحمن الرحيم. قال لك كرر الرحمن الرحيم ثاني ليه؟ لان لما واحد يقرا الحمد لله رب العالمين يقول قال لك هو مربيهم ليه؟ هو عايز منهم ليه؟ يمكن واحد يفكر ان ربنا محتاج لخلقه، فقال له لا، ده انا ربيتهم ليه؟ لانني انا الرحمن الرحيم، برحمتي بس، انما ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يحسنوه. انا ربيتهم لان انا الرحمن الرحيم. شوف بقى المصطفى بيقول ايه؟ بيقول ان الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء. جعل الرحمة 100 جزء. انزل جزءا واحدا الى الارض به تترحمون وفيه تتعاطفون حتى ان الفرس ترفع رجلها عن ابنها خشية ان تصيبه من هذا الجزء. طب و99 يا سيدنا النبي؟ قال لك وامسك 99 جزءا لاهوال يوم القيامة. فالمبدأ الاول من مبادئ سورة الفاتحة التوحيد. المبدأ الثاني الايمان باليوم الاخر.
فين المالك يوم الدين؟ مالك يوم الدين. يوم الدين اللي هو ايه؟ الجزاء. الدين اللي هو الجزاء، وان الدين لواقع. الدين بمعنى الجزاء. المبدأ الثالث ايه؟ العبادة. اياك نعبد. صلاة، صيام، زكاة، حج، جهاد، العباد. المبدأ الرابع السلوك الرفيع، الخلق العظيم، اهدنا الصراط المستقيم. المبدأ الرابع اهدنا. ولذلك الهداية اربعة اقسام بعد ما سمعنا الصلاة على خير الانام. هداية فطرية وهداية حسية وهداية عقلية وهداية دينية. هداية فطرية، اول ما اتولدت مسكت ثدي امك، طب مين اللي قال لك ان الثدي فيه لبن؟ طب ليه ما ربحتش من ودنها ولا من رجلها؟ ليه ما مسكت صباع رجلها؟ مين اللي قال لك ان الحته دي بالذات فيها الكمون بتاعها؟ هل انت بتقرا وتكتب بعد ما اتولدت ولقيت مكتوب على المنطقه دي مؤسسه الالبان بالشرق الاوسط ليميتد؟ هنا شركه بيسكو للالبان؟ مين اللي هداك؟ الله الله. اسمها هدايه فطريه. حاجة تانية اسمها الهداية الحسية، خلاك لما تحب تسمح تسمع بودنك، تحط الاكل تحطه في بقك ما تحطوش في عينك. يعني ليه كده؟ مين اللي عرفك هذا؟ الله. هي حسية، انه فهمك كل حاسة من حواسك تشتغل فيه. الودن للسمع، العين للبصر، اللسان للذوق، الايد لللمس، الانف للشرح. كل دي هداية حسية. هداية عقلية ربنا قال فيها وهديناه النجدين، عرفناه طريق الخير وطريق الشر. دي مسجد بيؤدي للجنة، دي خمارة بتؤدي الى النار، وانت عندك عقل وصاحب العقل يميز. هداية دينية ارسل الينا سيدنا محمدا ليعرفنا الطريق الى الله. قال اهدنا الصراط المستقيم. يبقى توحيد وجزاء وعبادة وسلوك. المبدأ الخامس من مبادئ سورة الفاتحة التاريخ. صراط الذين انعمت عليهم، صراط الذين انعمت عليهم اللي هم الانبياء. امسك بقى قصص الانبياء من اول ادم لغايه سيدنا محمد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امسك تاريخ المنحرفين من اليهود والنصارى، المغضوب عليهم من اليهود لانهم عرفوا الحق وانكروه، والضالين من النصارى لانهم ضللوا ولم يصلوا الى الحق. وبعد كده بتقول امين، يعني استجب يا رب العالمين. تبقى سورة الفاتحة قالت ايها المسلمون اليكم موجزا لمبادئ القرآن الكريم. التوحيد، ثم الجزاء، ثم العبادة، ثم السلوك، ثم التاريخ. وبعدين بصينا لقينا سورة البقرة قالت كان هذا هو الموجز واليكم الانباء بالتفصيل من سورة البقرة. مسكت بقى العقيدة فصلتها، والجزاء فصلته، والعبادة فصلتها، والسلوك فصلته، والتاريخ فصلته.